السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد، إن شاء الله يكون هاد اليومين اللي صمنا دازوا بخير وعلى خير على كاع العيالات الحاملات والمرضعات. اليوم هنهضروا على واحد الموضوع ديال كتسولوني في الخاص، إمتى هادي نولد؟ كاين سؤال الأغلبية كيسول، إمتى هادي نولد؟ خصنا نعرفوا كاينين جوج الأنواع ديال العيالات. المرأة كتكون عارفة حق الشهر، عارفة آخر مرة غسلت من الدم ديالها، هذه هي اللي أتهم هذه الحلقة، حيت كنكون هذا الحساب كيعتمد على آخر مرة غسلتي من حق الشهر. وكاينه المرأة الأخرى اللي كتكون ما عارفاش، كتكون مثلا كترضع وحملات، أو لا كتستعمل شي وسيلة وحملات عليها، يعني ما كتكونش عارفة آخر مرة جاتها الدم. هذه خصها ضروري دير تلفزة في 3 شهور الأولى. 3 شهور الاولى هي اللي هادي تجيب ليها تدقيق بالضبط، يعني اختي درتي التحليله وانت ما عارفاش امتى غسلتي، ضروري التلفازه الاولى ديريها قبل 3 شهور باش كتاكدي من التاريخ ديال يعني العمر ديال الجنين. حيت هاد التاريخ هادي يهمنا في شحال من حاجه، كيهمك ياك كان كتبعدي من شي ولاده مبكره، ياك ما فات شهرك، ياك التربيه ما صغيره على الوزن، ياك ما كبيره على الوزن، يعني العمر ديال الولاده والعمر ديال الحمل راه عنده واحد الاهميه كبيره. يعني خلاصه، مرأة ما عرفتيش آخر مرة جاتك حق شهر، غادي تمشي وديري التلفزة في 3 شهور الأولى ديالك، باش ما كان العمر كان العمر الحمل مبكر كيكون كيجي يعطيوك التاريخ مضبوط. ندوزو للمرأة الثانية اللي كتكون عارفة آخر مرة جاتها حق شهر. آخر مرة جاتها حق شهر يعني آخر دورة شهرية. خصنا نعلمو خواتاتنا ونعلمو صحاباتنا وبناتنا يديروا كالندري، يديروا ورقه ولا موسوعه ولا اجنده ولا اي حاجه فيما جاتها حق الشهر كتقيدها، حيت هذا التاريخ مهم. مهم كاينه اللي كتجي تاخر الولاده وكتبغي تعرف فيمتى الاباضه، كاينه اللي كتبغي تستعمل وسيله منع الحمل طبيعيه بحال الحساب، خصها ضروري تعرف 6 شهور الاخيره، يعني التاريخ ديال اخر مره جاتك الدم. خصك ضروري تكون عندنا عاده نديروا كالندري ولا اجنده وبداو نسجلوها باش نحسبوا بها شحال من حاجه. حنا لي كادي ساج فام كنحسبوا بهادو كيسهلوا علينا الحساب، والعيالات كاع اللي ما عندهاش اي وحده حامله ممكن تحسب لراسها، وانا نوريكم الطريقه. بقاو منتبهين معايا، والى عجبكم الفيديو ما كرهتش ديروا جيم والمشاركه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد عندي. بركة الله، هذه القاعدة الأولى، يعني طريقة الحساب الأول. المرأة كي قلت لكم خصها تكون عارفة آخر دورة شهرية عندها، يعني النهار فاش جاتها حق الشهر اللي هي دات دي ديغنيي غيكل. نديرو مثلا باغ اكزومبل 15/5/11/2019، كاتبة لكم هذه دابا النهار الأول فاش جاتها الدم. القاعدة الأولى شنو كتقول؟ كتقول هنزيدو في جهة الأيام، كنزيدو 14 يوم، جهة الشهور هنزيدو هنقصو 3 شهور، وجهة السنوات كنزيدو 1 عام. يعني المرأة تكمل 40 أسبوع، يعني تاريخ الولادة ديالها 2019 + 1 هي 2020، 11 - 3 كيخرج لينا بعملية حسابية بسيطة شهر 8، 5 + 14 كيخرج لينا 19. هذه القاعدة الأولى، ذات بخبب لكم شمو تاريخ الافتراضي الولادة هو 19/8/2020. نشوفوا واش نفس الحساب الذي خرج لينا في الديسكيت باش قلت لكم كنحسبوا حنايا، قلنا 5 في 11، كنتمنى تكون كتبان لكم 5 في 11. لو برومي جور شتو هي 5 في 11، برومي جور دي ريغل، راه دوبي د لا غروسيس ما زادو عليه حتى هما جوج الاسابيع اللي هي حنا زاد 14 يوم اللي زدنا في القاعده. نشوفوا التاريخ اللي تعطينا، كتكملي شهرك يا ديك في شهر 8. نوريكم القاعدة الثانية والأكثر بساطة، القاعدة الثانية، وهذه باش بغيتكم تخدموا، وهذه سهلة وتقدروا تحسبوا بها حتى واش دخلتي شهرك الثاني، واش دخلتي شهرك الثالث، واش هذا. القاعدة الثانية اش كتقول؟ آخر دورة شهرية اللي هي دات دي ديغنيي ريغل
مثلا نديرو 5 في جانفي في شهر 1 2020، كنزيدو كنجيو جهة الأيام كنزيدو 7 أيام، وجهة الشهور كنزيدو بكل بساطة 9 شهور. 9 شهور الحمالة كتعطينا كيبقى العام هو هذاك 2020، 1 زائد 9 10، 5 زائد 7 هي 12، يعني التاريخ ديال الولادة فاش تكمل المرة 9 شهور ديالها هي 12 في 10 2020. نشوفو 5 في 1 حيت بدلنا التاريخ، 5 في 1. نتمنى تكونوا فهمتوا، راه الطريقة بسيطة باش ما يتلفوكمش قوة الحسابات. 5 هي 5 في 1 5 في 1، نديرو بديلا تكون واضحة، هاديك ما واضحاش. 5 في شهر 1 هادي فيها البيض تكون كتر وضوح، هيا 5 في شهر 1 نشوفو، هيا دارت 40 أسبوع، هي 10 11 12، هي 40 أسبوع في 12 أكتوبر، يعني نفس الحساب هذا 12 10 2020 هي نفسها اللي خرجت لينا هنايا في 40 أسبوع 12 في 20. هذه هي الطريقة المعتمدة، سهلة، كتزيدي 7 أيام 7 أيام على الأيام، وكنزيدو 9 أشهر على الأشهر، كتعطينا تاريخ ديال الولادة، وكل وحدة الله يفكو حيلها بخير وعلى خير. هذا الحساب اللي درنا هو حساب ديال دات بروبابل لاكوشمو او لا التاريخ الافتراضي ديال الولاده فاش كتكوني دايره 40 اسبوع، كملتي 40 اسبوع. خصك تعرفي بانه المراه ممكن من 37 اسبوع تقد تولد، هذه ديروها في اليوسكوب، كاينه اللي كيدخل شهرها وكتولد 37 اسبوع، كاينه 38، كاينه 39. حنا المهم ما تفوتيش 41 اسبوع، 41 اسبوع هو ديك الساعه فاش خصك ضروري كيكون تقولي راه فات شهري. هذا الحساب درنا راه حساب تقريبي، حيت راه ماشي بالضبط بالضبط، معناتها كاينه اللي الدوره الشهريه ديالها اللي لي ريغل ديالها ما منتظماش، كاينه اللي كتكون عندها كتحمل مباشره بعد دم الحيض، كاينه اللي كتحمل في فتره الاباضه، كاينه اللي الدوره الشهريه ديالها مخربقه. يعني هذا حساب تقريبي باش نبسط عليكم وتبقاو تحسبوا بوحدكم ريوسكم. نهار تجي قدام كتعقلي عليها، هادشي اون جينيرال وخلاصات القلب، نهار تجي قدام كتعقلي عليها كتزيدي 14 يوم على الحساب وكتحسبي عادي بصبعك. مثلا جاتني الدم في شهر 2، 5 في شهر 2 كندير 5 زائد 14 هي 19 في شهر 2، 19 في شهر 2 19 في شهر 3، 4 5 6 7 8 9 10 11. فاش نحسب الشهور كنحسب مثلا قلنا 5 في شهر 2 اللي هي كنديرو كنزيدو 2 سيمانات ديال تقريبا بداية الحمل، كنديرو 5 زائد 14 يوم هي 19 في شهر 1، 19 في شهر 2 كملت شهرين، 19 في شهر 3 كملت 3 شهور، 19 في شهر 4 كملت 4 شهور، وداكشي اللي بقى كنزيدوه اسابيع. هذا هو الحساب البسيط، يعني تقدري تحسبيه لراسك بلا ما تحتاجي لا ساج فام لا طبيبه لا حتى شي واحد يحسب لك الحساب ديالك. وهذا هذا التاريخ اللي غادي تحسبي كديري زائد او لا كتنقصي 10 ايام، حيت كي قلت لكم هذا حساب تقريبي، حساب تقريبي حيت ما كنعرفوش بالضبط امتى طرا الحمل، امتى كنجيبو موعد الولاده مضبوط النهار كنكونوا عارفين امتى طرا الحمل، اولا بحال في الاخصاب ديال اللي كيديروا الطب العمليه كتكون معروفه امتى تدار الاخصاب، هناك فاش كنهضروا على التاريخ مضبوط. اما بحال بالدوره الشهريه كنديروا تقريبي، يعني كنقدو نزيدو 10 ايام نهبطو 10 ايام، يعني حساب تقريبي وصافي. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وما تنساوناش في التعليقات ديالكم، ولا عجبتكم القناة شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وموضوع جديد ان شاء الله.